أكدت المهندسة مريم عبد الله أمين الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الأشغال أن الوزارة بدأت بأعمال إعادة تأهيل أربع مدارس، وذلك ضمن برنامج إعادة تأهيل وصيانة المدارس التاريخية. الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الأشغال أوضحت أن مشروع صيانة المدارس التاريخية يأتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة البحرين للثقافة والآثار، والذي يهدف إلى إعادة تأهيل تلك المدارس لمواصلة تقديم الدعم للعملية التعليمية في مملكة البحرين، إضافة إلى ما تمثل هذه المدارس من إرث تاريخي يعكس تاريخ النظام التعليمي الرسمي في مملكة البحرين. وتشمل صيانة هذه المدارس التاريخية الأعمال المعمارية والمدنية والإنشائية والميكانيكية والكهربائية من أجل إعادة المبنى إلى قدرته التشغيلية وطابعه الأصلي وإطالة العمر الافتراضي للمبنى.